السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، وأتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. أبلغ عزيزا في ثنايا القلب منزلة، أني وإن كنت لا ألقاه ألقاه، وإن طرفي موصول برؤيته، وإن تباعد عن سكناي سكناه، يا ليته يعلم أني لست أذكره، وكيف أذكره إذ لست أنساه؟ يا من توهم أني لست أذكره، والله يعلم أني لست أنساه. إن غاب عني فالروح مسكنه، من يسكن الروح كيف القلب ينساه؟ وفي إطار التعليم عن بعد، نخصص هذه الحصة لنتدارس من خلالها إحدى الظواهر اللغوية المرتبطة بمكون علوم اللغة الخاص بالمستوى الثانية إعدادي. إذن لنكتشف هذه الظاهرة معا. لاحظ معي عزيزي التلميذ هذه الصورة. إذن فهذه الصورة تتكون من مجموعة من الأعداد، لنأخذ واحدا منها ونركبه في جملة، كأن نقول اشتريت أربعة، اشتريت أربعة، كما يمكن أن نقول اشتريت خمسة أو ستة أو سبعة وغيرها من الأعداد. إذن فاشتريت أربعة، هل هذه الجملة جملة مفيدة واضحة أم أنها مبهمة وغامضة؟ طبعا فهي جملة مبهمة وغامضة، ليس لها معنى. اشتريت أربعة، أربعة من ماذا؟ إذن فاشتريت أربعة أقلام، والآن أصبح لها معنى، ولفظ أقلام رفع عنها الإبهام والغموض، وهذا اللفظ اللي هو أقلام يسمى بالمعدود، يسمى بالمعدود. إذن فدرسنا لهذا اليوم هو العدد. فما المقصود بالعدد؟ لنعود إلى المثال الأول. أربعة، ما نوع هذه الكلمة؟ أهي اسم أم فعل أم حرف؟ إذن فنلاحظ بأن هذه الكلمة مختومة بتاء مربوطة، ونحن نعلم سابقا أن التاء مربوطة لا تدخل إلا على الأسماء، وبالتالي فالعدد هو اسم. كيف هي هذه، أو كيف هو هذا العدد في هذا المثال؟ إذن فهو مبهم غير واضح، يحتاج إلى توضيح. إذن فهو مبهم، ومتى تتحدد دلالته، أو متى تتحدد دلالته عفوا؟ إذن فدلالته تتحدد بوجود المعدود، وتعريف العدد هو اسم مبهم لا تتحدد دلالته إلا بوجود المعدود. إذن فدرسنا اليوم هو العدد، تذكيره وتأنيته. لاحظ معي هذه الصور. إذن فالصور الموجودة في الأعلى عبارة عن إحدى الفواكه، والتي في الأسفل هي عبارة عن كتب، ولكن نلاحظ أن كل صورة تختلف عن الأخرى من حيث عدد التفاح، وأيضا هنا من حيث عدد الكتب. إذن فالصورة الأولى تتكون من تفاحة واحدة، تتكون من تفاحة واحدة. أما الصورة الثانية فهي تتكون من تفاحتين اثنتين، أما الأخيرة ثلاث تفاحات. كذلك ومثال بالنسبة للصور الموجودة في الأسفل. لاحظوا معي هذه الصورة. إذن فقلنا بأنها تتكون من تفاحة واحدة. إذن فتفاحة واحدة، ما نوع هذه الكلمة تفاحة؟ هل هي مذكر أم مؤنث؟ إذن فهي مؤنث، وكذلك ومثال جاء العدد مؤنث. إذن فالعدد هنا طابق المعدود من حيث التأنيث. لنلاحظ هذه الصورة. كتاب، أهو مذكر أم مؤنث؟ أيضا فهو مذكر، وجاء العدد مطابقا له
من حيث التذكير. ثم تفاحتان اثنتان، فتفاحتان هي مثنى لتفاحة وهي مؤنث، والعدد أيضا جاء هنا مؤنثا اثنتان. أما كتابان فهو مثنى لكتاب وكتاب مذكر، وجاء العدد أيضا مذكر. أما هنا ثلاثة تفاحات، إذن فتفاحات هي جمع لتفاح، وتفاحة مؤنث، أما العدد فجاء مذكر ثلاث تفاحات. أما في هذه الصورة الأخيرة فثلاثة كتب، وكتب جمع كتاب وهو مذكر، أما العدد فجاء مؤنث. طيب ماذا نستنتج من خلال هذه الصور؟ نستنتج بأن العدد والمعدود توجد بينهما علاقة، وهذه العلاقة إما أن تكون علاقة مطابقة كما في هذه الصور الأربعة، أم علاقة مخالفة كما في الصورتين الأخيرتين. إذن فالعدد تربطه أو يربطه بالمعدود علاقة، وهذه العلاقة قلنا إما أن تكون علاقة مطابقة أو أن تكون علاقة مخالفة. إذن فما هي الأعداد التي تطابق المعدود؟ هي العددان واحد واثنان، فنقول رجل واحد أو امرأة واحدة، أو رجلان اثنان أو امرأتان اثنتان، امرأتان اثنتان. أما العلاقة الثانية فهي علاقة مخالفة، بمعنى أن المعدود يخالف العدد، والأعداد التي يخالف معدودها عددها هي الأعداد من 3 إلى 9، هي الأعداد من 3 إلى 9. فنقول لو كان المعدود عفوا مذكر، لدينا مثلا أقلام، وعدد هذه الأقلام هو 7، إذن فنركب جملة فنقول اشتريت 7 أقلام، فأقلام هنا مذكر، إذن فيجب أن تكون 7 مؤنث. والعكس لو أن لدينا مثلا طاولات فنقول اشتريت 7 طاولات، فطاولات جمع طاولة، وطاولة مؤنث، وبالتالي يجب أن يكون العدد مذكرا. تلاحظون معي وجود سهم ثالث، مما يدل على أن هناك علاقة أخرى غير علاقة مطابقة ومخالفة. إذن فما هي هذه العلاقة الثالثة؟ أعطيكم مثال، لو قلت اشتريت 20 قلما، ثم اشتريت 20 طاولة، لفظ 20 الذي هو العدد هل تأثر بالمعدود؟ فقلت قلما مذكر وقلت طاولة مؤنث، ولكن العدد لم يتغير ولم يتأثر بالمعدود، مما يدل على أن هذه العلاقة الثالثة هي علاقة حياد، بمعنى أنه لا علاقة مطابقة ولا علاقة مخالفة. وما هي الأعداد التي تطابق المعدود؟ هي ألفاظ العقود، والعقود هي جمع عقد من الزمن، وهو 10 سنوات، وهو 10 سنوات. إذن فالأعداد أو ألفاظ عقود هي من 20 إلى 90، 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 إلى 90. إذن فالمقصود بألفاظ العقود بلغة الرياضيات هي العشرات باستثناء لفظ 10، هي العشرات باستثناء لفظ 10. ثم أعداد أخرى تربطها علاقة حياد بالمعدود، وهي ألفاظ القرون،
والقرون جمع قرن وهو 100 سنة. إذن فألفاظ القرون هي مضاعفات 100، 100 ألف، مليون، وهكذا دواليك. لدينا أيضا عدد آخر وهو 10. إذن فعشرة هل يمكن أن ندرجه ضمن علاقة مطابقة أم مخالفة أم حياد؟ أيهما ينتمي إليها هذا العدد؟ إذن فعشرة، نقول مثلا كما قلت قبل قليل، العقد هو 10 سنوات، العقد هو 10 سنوات. إذن فالسنوات هي جمع ماذا؟ جمع سنة، والسنة مؤنث. إذن فجاء لفظ 10 مذكر. إذن فالعلاقة بينهما هي ماذا؟ علاقة مخالفة. 10 رجال. إذن فرجال جمع رجل، ورجل مذكر، أما العدد فجاء مؤنث. إذن فالعلاقة الأولى وهي علاقة مطابق، عفوا، علاقة مخالفة، وهي حالة الإفراد. عندما تكون أو عندما يكون لفظ 10 مفرد، فإن العلاقة بينه وبين المعدود هي علاقة مخالفة. أما عندما يكون مركب تكون العلاقة هي مطابقة. والمقصود بمركب أي 10 مركب من لفظ 10 بالإضافة إلى الوحدات من 1 إلى 9، وهي الأعداد من 11 إلى 19. فنقول رأيت 11 كوكبا، 11 كوكبا. فكوكبا مذكر، جاء لفظ 10 أيضا مذكر. والفرق بين التذكير والتأنيث في الأعداد هو إضافة التاء مربوطة من حذفها، فإذا وجدت التاء مربوطة فهذا يدل على كونها مؤنث، وإذا لم توجد أو تحذف فيدل على المذكر. وبالتالي نستنتج ما يلي: العددان 1 و2 يوافقان المعدود دائما في التذكير والتأنيث، ويعربان نعتا، رجل واحد، فواحد هي نعت للرجل، مثل حضر رجل واحد، رأيت امرأتين، 2، وهكذا دواليك. ثم الأعداد من 3 إلى 9 تكون هذه الأعداد مخالفة للمعدود، فإذا كان المعدود مذكر كان العدد مؤنث، والعكس بمعنى إذا كان المعدود مؤنث يكون العدد مذكر. أما المعدود فيأتي حكمه الإعرابي مجرور دائما ويعرب مضاف إليه. ثم العدد 10 فقلنا بأن له حكمان: إما المخالفة حالة ما كان مفردا، والموافقة إذا كان مركبا. ثم ألفاظ العقود وألفاظ القرون فإنها تربط بينها وبين المعدود علاقة حياد، أما المعدود فيعرب نفس إعراب الأعداد من 3 إلى 9 فيعرب مضاف إليه. وإلى هنا نكون قد أنهينا هذه الحصة، وألتقي بكم في حصة مقبلة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.